الفتاة الصغيرة أمل، والتي تبعث عيناها على الأمل والتفاؤل، فطفلة بعمرها تتحمل ألماً لا يحتمله كبير بسبب تشوه خلقي أصاب عمودها الفقري أدى إلى اعوجاجه كل فترة أكثر فأكثر، حتى أنها في معظم الأحيان لا تستطيع النوم إلا إذا استندت على ما تتكئ عليه، وكذا تعاني من صعوبة في التنفس. طفلة أمل عبد الله علي أحمد البزاز الذي تعاني من مرض العواج في العمود الفقري، وظهر لها من بعد سنة من عمرها، ثم نزلناها إلى أحد المستشفيات ووجدنا على أنها يعني عندها انعواج في العمود الفقري وضيق في التنفس، وعرضنا على عدة أطباء في صنعاء وقالوا لن يجدوا العلاج إلا في الخارج، العملية يعني عملية يجروا لها عملية في الخارج بسبب أنه الغضروفين لا يوجد في اليمن الذي يعمله على العمود الفقري، غضروفين مطاطي، وإذا عملوا لها العملية في اليمن ستكون فتحتجز يا أما أن تصيب إلى شلل أو إلى أي مرض ونعوذ بالله. تم عرضها على كبار الأطباء، فتقرر لها عملية تكلفهم ما يقارب 9 مليون ريال يمني، وأن لهم بأقل منها بكثير، فوالدها عامل باليومية، وقد باعوا ما يملكون حتى ولو كان بسيطا لإجراء فحوصاتها ومحاولة البحث عن حل لطفلتهم. ندعو أصحاب الخير أن يتعاملوا أن يتعاونوا معنا، فإن احنا لا نستطيع أن نوجد حق العملية لكوننا ناس بسطاء لا يوجد معنا دخل، وناشد أصحاب الخير أن يتعاونوا معنا لكون المبلغ كبير ولن نستطيع نوجده في هذه المرحلة. كم تكلفتها تقريبا؟ تكلفتها تقريبا يعني 18,000 يقارب 9 مليون، ما بين 9 مليون. تعب لما تنام، لما يعني ماشي نومه طبيعي نفس الأطفال، صعب عليها يعني تعب. طب ايش تتمني الأمل؟ أتمنى لها أن تتباهر وأن تشكل وأن الذي يشتي يتواصل معنا ويفعل خير، فيتواصل معنا على الأرقام هذه 7-0-6-8-9-1-6، والرقم الثاني 7-1-5-5-5-5-5-7-4-5-1. يرمق الوالدين طفلتهم بحب وحسرة، فأبسط حقوق أمل وهو النوم حرمت منه، جل أمنياتهم أن يجدوا من يمد لهم يد العون والمساعدة لتفريج كربتهم وألم وضيق طفلتهم الصغيرة، لتنعم أمل بجسد سليم وحياة صحية جيدة، كلها أمل وابتسامة.